سالي، التدريب دائما هو صقل لمهارات ومعلومات كل طالب جامعة. أكيد النظرية دائما بيعرفها كل طالب أكاديمي، إنه دائما المعلومات النظرية لا تمت دائما للواقع بصلة. لهيك دائما بيلتجئوا طلاب الجامعة لمراكز التدريب لياخذوا حقهم وفرصتهم بالعمل ويكونوا مهيئين للتقدم لأي عمل عم يحلموا فيه يمكن. لكن بعض المراكز كان أحيانا أو أغلبها غايتها هي الربح فقط. لكي يستفيد كل طلاب الجامعة من المراكز ويختاروا المركز التدريبي المهم والمناسب لهم، اليوم نحكي عن كل هالخطوات مع ضيفنا وجيه البني، مدرب موارد بشرية ومهارات حياتي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم، صباح المشاهدين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ وجيه. يعني حكت زينب بالمقدمة إنه الشباب بس يخلصوا المرحلة الجامعية طبعا يعني يبلشوا بحياتهم، خلينا نقول العملية نوعا تمام ما، هن بحاجة لمكان للتدريب. تمام أحيانا بينصدموا بالواقع، بيشوفوا انه مو مثل ما هن كانوا متخيلين او مفكرين، ما في هالايدين هيك اللي مفتوحه لهم، الواقع صعب شوي. فخلينا نحكي كيف الشخص رغم الظروف اللي عم يعيشها ممكن يلاقي فرصه للتدريب، فرصه يعني نوعا ما جيد تكون جيده. تماما. طيب اول شيء خلينا نكون بغض النظر عن هاي الظروف، نحن اليوم طالب الجامعه لازم يعرف من اول ما بيفوت على الجامعه انه هو الشهاده الجامعيه هي كثير مهمه، بس هي خطوه من الخطوات للحياه العمليه. نحن للاسف طلاب الجامعه عندنا بيفكروا انه انا خلص تخرجت من الجامعه فانا دغري بدي الاقي شغل، لا، هو عمليا لازم يكون هو وعم يدرس بالجامعه في بعض الدورات اللي لازم يقوم فيها، واول ما يخلص جامعه في بعض الدورات اللي لازم يقوم فيها. في الدورات اللي احنا بنسميها عامه، تمام، اللي هي اي طالب جامعه لازم يقوم فيها، مثل دورات اللي علاقه بمهارات التواصل، فرق العمل، وفي بعض الدورات اللي هي الاختصاصيه اللي هي بتخص نمط شغله عمليا، يعني الطبيب هو بده دورات خاصه بالطب، الاعلام بده دورات خاصه بالاعلام، تمام. صحيح. فهي هيدا الفكره، مشان هيك اليوم بينصدموا شوي بالواقع. نحن دائما بننبه الشباب انه مو دائما خريج الجامعه هو دغري بده يلاقي شغل، لا، هو بده يتعب في فتره خبره بده يمر فيها ليلاقي هذا الشغل اللي هو فيه. فهو بينصدم من الواقع لانه هو حاطط صوره ذهنيه بالاصل هي ما صوره ذهنيه صحيحه، اني انا بدي اتخرج وبدي فوت دغري على الحياه العمليه، لا، في بعض الخطوات لازم تقوم فيها قبل ما تفوت على هاي الحياه. نعم، يعني مثل ما قلت دائما بيرسم طالب الجامعه صوره خياليه انه انا بدي يصير هيك لاني عم بدرس هيك، لكن بنصدم بالواقع. لكن اصبح كل شيء متاح استاذ وجيه، يعني ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي، في دورات، في محادثات، حتى يعني بقلب اي مدينه صار في مراكز للتدريب لتعطي شهادات. بعض منا غايته الربح، ونحن عم نمر بحاله يعني اقتصاديه لبعض العائلات ما كثير. خلينا نعرف كيف في الطالب يستفاد من هي القصه، يطور مهاراته. يعني هو بده اخر شيء الزبده، صح، ما بده ما بده انه والله انا رحت على المركز الفلاني او المركز تمام الفلاني. طيب خلينا اول شيء لازم يعرف الطالب هو كاختصاص شو نوع الدورات اللي لازم يقوم فيها. هي كثير مهمه انه هو اليوم ما تجذبه اسم الدوره، هو بالاصل لازم يسال مثلا اشخاص عندهم خبره بهذا المجال اللي عم بيشتغل فيه او اللي عم بدرسه، انه انا شو الدورات اللي بتفيدني، لانه اخر شيء يمكن يتبع دورات هي حقيقه ما بتفيده بالحياه العمليه. بعد ما حدد الدورات اللي عم بيقوم فيها، مثل ما قلتي حضرتك، هي بالعكس المنافسه بتعطي، دائما المنافسه بتعطي شيء ايجابا وشيء سلبا. الشيء الايجابي رح ننظر من يعني بيقولوا نص المليان من الكاسه، هي بالعكس بتخلي بعض المراكز تقدم شيء احسن لتنافس المراكز الثانيه، وحتى المدربين يقدموا ماده علميه تكون احسن للمتدرب. هلا اليوم انا بنصح كل شخص بيقدم على دوره تدريبيه، اليوم الاعلان مو هو الاساس بالقصه، جذب الاعلان اول شيء لازم يطلع اسم المدرب اللي بده يعطي الدوره. كثير مهم اني انا اشوف هذا، فوت على صفحته العامه مثل ما قلتوا مواقع التواصل، شوف شو درب، من وين شهاداته، شوف اراء العالم فيه، المركز اللي عم بدرب فيه بتطلع بشوف المركز، نوع الشهاده اللي بده يعطوني اياها، من وين مصدرها، بسال عليها، والاهم شيء هو انا اعرف بنهايه الدوره شو بده يتقدم لي. يعني لازم يكون باعلان الدوره انه انا بهي الدوره بدي اعطيك المحور 2 3 4، مو روح على الدوره وبعد ما تخلص الدوره اتفاجئ انه انا مو هيك كنت مفكر. تمام، كثير مهم الطالب قبل ما يروح على اي دوره يطلع على المركز، على المدرب، على الماده العلميه اللي هو بده ياخذها اخر شيء، وكثير مهم يشوف الشهاده اللي هي مصدرها من وين. طبعا في بعض الدورات بقى نحن بنحكي بقصة الرسوم وبقصص الربح المادي، أكيد اليوم المعاهد هي آخر شيء تجارية، بهمها جزء
جزء رح نقول من شغله هو الربح المادي، بس هو اكيد ما كل شغله. في كثير فرق تطوعيه حقيقه بسوريا، خصوصا بفتره الماضيه قدمت كثير حملات مجانيه دعمت الشباب، فاتت على الجامعات، فهي مهمه لهذا الشباب. فهي يعني هي بس عمليه الانتقاء فيها بده يكون شوي واعي الطالب قبل ما ينقي المعهد اللي بده يروح عليه. صحيح، ويمكن كمان في فكرة أنه يشوف اللي استفادوا من هيدي الدورة، يعني يستفيد من تجارب عالم ممكن يكونوا مسجلين بنفس المركز أو خاضعين لنفس الأساتذة، فكمان ممكن يستفاد منها. هلأ من جهة تانية أيضا مثل ما ذكرت حضرتك أنه أكيد المعاهد هي هدفها ربحي، ولكن أحيانا معلش بيقول واحد أنه بده يدفع مصاري بس يستفيد طبعا. مو أنه يدفع مصاري ويطلع آخر شيء الدورة خلينا نقول ما فادته أو هو ما حسن ياخذ يستفيد منها، او حتى الشهاده اللي منحته اياها هيدي الدوره فهي مانا فعاله. قديش مهم انه نحن ندقق على هذا الموضوع مثل ما بندقق على جوده اي شيء نحن بنقتني. 100% حضرتك عم تحكي كلام صحيح، ونحن دائما بنقول انه السوق بيفرز، يعني اخر شيء المنيح رح يستمر والسيء هو رح يوقف، بس للاسف وقت نقول سيء وقف في ناس يعني ما استفادت او هي اللي اكلت هذا الشيء السلبي فيه. طبعا وهذا الحكي كمان هلا بلشت بجزء من شغله بوزاره التنميه والاداره، تمام، انه هي تحاول انه هي تعمل طوابط للعمليه التدريبيه قد ما في. وطبعا نحن بنقول باي شيء، يعني دائما في ناس جيدين وفي ناس اكفاء وفي ناس بتعدوا على هذا المجال التدريبي، كثير مهم. بس نحن اليوم برجع بقول الطالب هو بده ينقي، يعني انت مثل ما قلتي مثل اي سلعه انا ما بشتريها غير لاتاكد من جودتها، اسال عليها فاضل بينه وبين سلعه ثانيه. نفس الشيء الدوره التدريبيه هي حقيقه ما دام انا بدي ادفع مصاري لاستفيد من هي الدوره لازم فاضل بالمعهد المدرب والشهاده اللي انا بدي يعطيني اياها. وكثير مهمه كمان ما انغر انه الشهادات تكون خارجيه، ما هذا يعني ما هي الاساسيه هي الشهاده الخارجيه، بالعكس تكون شهاده محليه صادره من جهه وطنيه معتمده قابله للتصديق، بالعكس كثير بتعطي مصداقيه هذا الحكي بالشغل. نعم، طيب اليوم مثل ما حكينا بالبدايه منصه التواصل الاجتماعي والتدريب على التواصل الاجتماعي اليوم قد ايه مهم وقد ايه عنده مصداقيه او ثقل للمواهب او الخبرات؟ اليوم بدي ميز شوي بين التدريب على الانترنت والتدريب على مواقع التواصل الاجتماعي. التدريب على الانترنت نحن نحكي على الاثنين. التدريب على الانترنت فعال حقيقه اليوم من قبل، يعني من قبل بس فتره ما في شهادات في لا بالعكس في صار شيء اسمه منصات التعلم عن بعد، وحتى الشهاده نفسها اللي بتعطيك اياها الجهه اللي بتعطيك اياها يعني بقلب القاعه بتعطيك اياها هي كمان اوقات عن بعد، وخصوصا هلا بازمه الفيروس كثير حتى الجامعات العالميه كثير اعتمدت على قصه التدريب عن بعد. والفكره مثلا اليوم نحن على سبيل المثال باحدى الجامعات، الجامعه الافتراضيه، هي تعتمد على التعليم عن طريق البعد، يعني بالعكس جامعه الى مصداقيتها والى شهاداتها. فاليوم التدريب عن بعد او التعليم عن بعد هو موجود. هلا بدنا نميز بين شغلتين، بين اني انا اليوم فوت اطلع على الانترنت على الماده وبين اني مارس الدوره التدريبيه تبعيتي. وقت بدي مارس الدوره فالى شروط، حتى التعليم عن بعد له شروطه. اليوم مو انا مين ما كان، يعني انا اسف اليوم بنزل مقاله عن طريق الفيسبوك فبقول لهم حضرتوا دوره او عن طريق الواتساب، هذا ما له تدريب، هذا اطلاع على المعلومه فقط، لا يعتبر عمليه تدريبيه. العمليه التدريبيه عن طريق الانترنت لها شروط ومعايير، تمام. اليوم اذا انا اليوم بقدر استفيد منها وتابعها وما بنتقل على المرحله اللي بعدها غير ما اكون متاكد وعامل تيست بالمرحله اللي قبلها، فهي لا بالعكس عم بتعطي نتيجه. وحقيقه كمان اليوم بتفيد الاشخاص اللي هنن بيشتغلوا، يعني اللي هنن مثلا تخرجوا دغري لقوا شغل او هنن اليوم مضطرين يشتغلوا ليامنوا حياتهم يعني حياتهم الاقتصاديه، فبالعكس هن بتعطيهم فرصه انه هن اليوم باي زمان ومكان هن يتبعوا هي الدورات التدريبيه. واكيد بسوريا يعني من فتره من قبل شوي الفيروس وهلا وقت الفيروس كثير في معاهد حاولت تطور المواقع الالكترونيه تبعيتها لتصير في شيء اسمه عندنا التدريب وعن بعد. نعم، يمكن دائما الدراسه بيقولوا انه شيء والحياه العمليه شيء ثاني، فقديش مهم انه الشاب بس بده يدخل مجال عمل يكون عنده اطلاع وفكره عليه، مثل ما بيقولوا في عمليه تريننج مثلا 3 شهور، ليش ما هو مثل ما ذكرت يستفيد منها
قبل ما يفوت الحياة العملية، يدور على دورات تدريبية قبل، يعني مو انه ينطر ليتخرج من الجامعة واحيانا ليعمل ماستر وبعدين يروح يتدرب. قديش مهم انه ياخذ هيدي الفرصة قبل دخوله لسوق عمل. 100%. مشان هيك احنا اليوم بدنا نميز، ما بدنا نكون في حق على الجامعة، بدنا نميز بين التعليم والتدريب. صحيح. التعليم هي اعطاء المعلومة، التدريب هي اعطاء المعلومة او تدريبه على ممارسة هي المعلومة. فكتير مهم انا اليوم بعد ما يكون عندي خبرة كتير كبيرة بالمعلومات، كيف انا احاول استفيد منها بقبل التطبيق. يعني على سبيل المثال اذا بدنا نقول اذا انا بدي اعلم بشكل نظري سواقة السيارة، حلو بحكي فيها كتير تفاصيل حلوة، بس بضل وقت بدي بلش مارسها بالسواقة، فالتدريب هي عملية مهمة. نحن اليوم للاسف شبابنا مثل ما قلتي حضرتك بيستنوا ليخلصوا الجامعة فيها. انا بنصحهم لا، اول سنة سنتين ما يعملوا الدورات الاختصاصية اللي خاصة بجامعتهم، يعملوا الدورات اللي هي عامة، تمام؟ بالسنة الثالثة والرابعة يبلشوا يركزوا على الدورات اللي هي بتخص حياتهم المهنية، بحيث مثل ما قلتي حضرتك دغري ينتقل من حياته الجامعية للحياة العملية بأقل وقت ممكن. صح. بس طبعا إسا بحاجة هو لفترات إنه حتى بقلب الشركات يتدرب فيها. طيب خلينا نحكي، انت كمدرب موارد وتنمية بشرية اليوم شو بتنصح كل طالب اكاديمي؟ في يمكن شهادات معينة او خبرات معينة المفروض تكون موجودة عند الكل، تمام؟ شو هي؟ طيب ثلاث قصص. حتى لما بدهم يكتبوا السي في بيلاقوا كثير صعوبة فيه، بيلتجئوا لمكاتب يمكن ما تكون صحيحة. 100%. اليوم ثلاث نقط اساسية بنصحهم فيها. دورات اللي هي نحن بنسميها عامة، يلي هي لازم يكون كل طالب هو عاملها، دورات اللي علاقة بمهارات التواصل، إدارة فرق عمل، إدارة الغضب، هدول الشغلات اللي بتنمي شخصية الفرد كتير مهمة. الأمور التقنية، يعني لازم اليوم الأمور التكنولوجية لازم هو يكون على دراية بالشيء التكنولوجي اللي خاص بمهنته، الكمبيوتر وإلى آخره. اللغات كتير مهمة. وأخيراً الدورات الاختصاصية بمجاله، الإعلام إلهم دورات، الإعلام الطب إلهم دورات الطب. وآخر شيء بنصح كمان اليوم الفرق التطوعية اليوم بيتطوع بمجال بيوازي شوي حياته الجامعية، فكمان تعطيه خبرة بهالأربع سنين هو عم بيعملها، بيقوم بيتطلع بيتخرج من الجامعة فبيتطلع بيلاقي السي في تبعيته معبى، ما بس بيكون مكتوب على السي في تبعيته خريج جامعة والمواليد والسكن بس، لا بيكون بقى بلش فيه شوية شيء بيقوي السي في تبعيته، وهي بتخليه مثل ما بيقولوا خطوة ليفوت على قلب الحياة العملية. نعم، يعني في هيك شيء نصيحة مهمة حابب توجهها هلأ لكل الشباب والشابات؟ نحن ما بدنا نخص الشباب وأيضا، لأنه صار بالعكس صارت النساء هي بمجال العمل أكثر من الشباب. خلينا بس هيك فكرة أخيرة أو نصيحة أخيرة يعني لكل اللي عم بيتابعنا وهلأ مقبل على سوق العمل. تمام. أكيد أول شيء بنصحه مثل ما بلشنا بالحديث، الانتباه لانتقاء المادة التدريبية، انتقاء المعهد اللي هو عم يخضع له لهي الدورات التدريبية. بنصحه كتير أنه أنا اليوم الحياة الجامعية ما تروح الأربع أو خمس سنين هي بس جامعة ودراسة وكذا إلى آخره، لا يكون في وقت تاني للدورات للأعمال التطوعية تنمي هي الخبرة اللي هو عنده. وكمان بنصح اليوم انه اليوم الحياة العملية اكيد اليوم بعد التخريج حلوة، بس هي بدها خطوة خطوة، ما بقدر انا اطلع على السلم دغري مباشرة. صحيح. على اخر السلم بدي اطلع خطوة خطوة خطوة، مثل ما الحياة الجامعية بلشت باربع سنين، الحياة العملية ممكن بلشها بثلاث او اربع سنين لصول يصير اللي بدي اياه، وهو حقه اليوم يشوف حاله بالمحل اللي بده اياه، بس بده يمشيها خطوة خطوة. نعم، يعني نكون واقعيين مو خياليين كمان، وننتبه لقدراتنا ومهاراتنا. نحن بنتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. بتشكركم وبتشكر كل المشاهدين. شكرا لك. اكيد، ودائما بدنا نقول لكل الشباب والشابات نحن مرقنا بظروف حرب، ما نفقد الامل. صح. يمكن القادم اجمل وافضل يا أكيد. رب على سوريا كلها، على الجميع يا رب. شكرا كثير لوجودك معنا.